بها عباد الله الصالحين حيث مدح الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين فقال سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: أداء أمانة وحسن خلق وصدق حديث وعفة في طعمة. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وخطبة الجمعة في هذا اليوم تدور حول الأمانة، وخطيبنا فيها هو فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد. ونبدأ صلاة الجمعة بخير الكلمة وطيبه: جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فانطرد وصحيح الغفران. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. صباح العسل يا ناس يا عسل، بتاع الفنكوش وصل، انزل بصبح عليك. بقول لك متشكر على مجهودك ورعايتك ليا. انا انزل ابن الجنية. صباح الخير يا مدير.